هناك نجوم يصنعون التاريخ، وهناك لاعبون يأتي بهم التاريخ، فكثيرون ممن يأتي بهم التاريخ يذهبون بدون أثر ودون بصمة تذكر. أما الذين يصنعون التاريخ فإنهم يسجلون أسماءهم بحروف من ذهب على صفحات تاريخ الأندية، فيعيشون في ذاكرة الأجيال على مر العصور، ويبقون عالقين في أذهان مشجعيهم. فالنجم ناصر بن سليمان المعشري واحد من ألمع هؤلاء النجوم الذين صنعوا التاريخ رفقة الإمبراطور السيباوي، كيف لا، وهو من أهدى أول ألقاب الكأس الغالية لنادي السيب بعد إحرازه لهدف الفوز في نهائي كأس جلالته عام 96. فريق نادي السيب الآن في المقدمة وبهدف جميل جميل جدا حقيقة، هدف سينمائي فعلا. فمهاراته الاستثنائية وسرعته العالية وخفة حركته ساهمت أيضا في تتويج الإمبراطور باللقب الثاني والثالث عام 97 و98، ويدون المعشري حينها اسمه في سجلات التاريخ في الكأس الغالية لتحقيقه للقب في ثلاث مناسبات متتالية رفقة نادي السيب. التتويج بالبطولات الثلاث لم يكن كافيا لناصر المعشري ليذهب بعدها لخوض تجربة جديدة مع نادي روي قبل دمجه مع نادي مسقط، ويتمكن خلالها من نيل شرف التتويج بأغلى الكؤوس عام 2003، ويسطر بذلك رابع ألقاب بطولة الكأس في مسيرته الكروية. ناصر المعشري، مسيرة مضيئة حافلة بالإنجازات. ناصر المعشري نجم سيبقى عالقا في الذاكرة.